عليكم البنات، وش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير، وتكون اموركم باحسن الاحوال. مرحبا بكم في لاشان لو بان ديسيما، يوم جديد كيما راكم تشوفوا. في الفيديو تاع اليوم راح نبارطاج معكم يوم صعيب 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 في يعني في حياتي، ولا في لوبيتال. يعني كنت الحاجه اللي كنت خايفتها منها يعني جات. راح نبارطاجي كل شيء معكم لي ديتاي. بالنسبه للناس اللي يقولوا لي شحال تقعدي في لوبيتال، هو من المفروض كي تكون زياده عاديه ربع ايام، ولا اذا كانت سيزاريان 5 ايام. ولكن اذا كانوا دراري عندهم زعما لا مالادي هذيك لا جونيس، ولا الوزن تاعهم ما يزيدش، هنايا حتى يعني براو من لا جونيس ولا حتى الوزن تاعهم يزيد، هو على حساب ليطا تاع لو بيبي. دونك بالنسبه للمستشفى، قلتوا لي واش المستشفى اللي راكي فيه؟ في ليون، انا نسكن في ليون. بون المستشفى هذايا هو في ليون سود، هو كبير المستشفى هذا بارابور لوبيتال يعني اللي وين نسكن. يعني هذايا عنده كيما نقولوا لي كاباسيتي بلوس كو لوبيتال وين اللي قدام داري. دونك فوالا بالنسبه للوبيتال. المهم ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذه البلا تاع الكورونا. بو يومي كيفاه نبدا في لوبيتال؟ كما راكم تعرفوا نسد قهوه الصباح، وشنو وليت نخاف نشرب الحليب وناكل الخبز، وليت نخاف من التسويس يعني تاع الفيروس هذا. يعني وليت نخاف بزاف باش ناكل، نقول بالك هذاك الخبز اللي كونتاميني، بالك هذاك الحليب اللي كونتاميني. المهم ربي يرفع، والله ربي يرفع علينا البلا ونولو كي بكري. قلت لكم هذا اليوم صعيب بزاف، لانه هو كل صباح لي زوكسيليير هذو كيجيو يوزنوا لي بيبي ويشوفوا اسكو اذا زاد وزنهم ولا لا. انا للاسف يعني ولادي كانوا يبرديو بزاف البوا، يبرديو بزاف بزاف البوا. هو من المفروض يبرديو 10% من الوزن تاعهم، ولكن انا كاين واحد فيهم الى بيرديو بلوس كو 11% من الوزن تاعو. المهم رحت ديتو لابيدياتر لانه ضعف بزاف. المهم لابيدياتر قالت لي سي با نورمال كو الوزن تاعهم هاوي ينقص هكذا، قالت لي راح نديرو لي زاناليز ونشوفو. المهم دارت لي زاناليز تاع لا جونيس، ما عندهمش لا جونيس. دارت لهم لي زاناليز تاع لي زورين، ما في لي زورين اسكو عندهم اون انفيكسيون ولا كشمي حاجه. المهم لقيت ما عندهم ولا زعما الحمد لله يعني ما عندهم حتى مرض هكذايا هكا. المهم عاودت رحت ليها، قالت لي مدام، قالت لي الفو سبريباري راح نشدوهم في لوسبيتاليزاسيون في سيرفيس نيونات. ما نكذبش عليكم، انا قلت لي هكذاك قلبت قطع. يعني هذه الحاجه اللي كنت خايفه منها، هما انه هما يبقاو في لوبيتال وانا نروح. وعن بالكم مع دوك مع الفيروس تاع كورونا، يعني اللي بيبي عسب، واش فهمت اللي بيبي اللي يبقاو في السيرفيس نيونات يعني في لوسبيتاليزاسيون يروحوا، يعني والديهم صغار وين يخلوا لي بارون يدخلوا على جال ما يكونتامينيوش، اون فات ما ينتشرش هذا الفيروس في وسط الدراري وسط لي بيبي. المهم انا ما فهمتش، انا قلت لي فات الفيديات ما فهمتش، قلت لي انا ما فهمتش علاش الوزن تاعهم راهو ينقص اي بورتون يسون اون بونيتا وكامل. المهم هذيك كانت واحد لوكسيليير، قالت لي مدام، قالت لي اون فا فير دي تي تي بيزي. واش معناتها لي تي تي بيزي؟ معناتها نوزنوا لي بيبي افون الماكله وبعد الماكله. قالت لي بالك كي تمدي لهم يرضعوا ما يرضعوش بزاف. المهم بدينا نديروا لي تي تي بيزي هذوك، نوزنهم كل ما ياكلوا. اون فات لقينا بلي كي ندير لهم يرضعوا ما يرضعوش بزاف، يشربوا يا ربي يشربوا 10 مليليتر
يعني ماشي بزاف، وكاين كومبليتي بهذاك الحليب، نو كومبليتي بديس، هما اللي قالوا لي كومبليتي بديس. المهم يعني يشربوه غير 20 مليليتر كل سوايع. ومرة اون فوا عيطت لهذيك لوكسيليا باش نوزنو، لقيت اون فات حطيت له لوسان تاعي باش يرضع، وزناتهم قبل ووزناتهم من بعد، حاجة يعني غريبة، لقيت هو الوزن تاعو اون فات نقص، اي بورتون مديت له يرضع نورمالمون يزيد الوزن تاعو. المهم انايا استغربت بزاف، وحاولت رحت البيدياتر هذه، قلت لها فوالا، قلت لها بتاتر لي غور تاع لا بالونس، قلت لها لا بالونس لي تاع الميزان، قلت لها الميزان بالك اللي ماهوش مليح. قالت لي لا، قالت لي ماشي الميزان، قالت لي الميزان شحال رانا دوكا، في شحال رانا دوكا، انا فتنا 4 ايام وفتنا 5 ايام والوزن تاعهم مازالوا ينقص. البنات هذه هي لا بالونس، هذا هو الميزان تاع البيبي، خلاته لي هنايا في لا شومبر. المهم يا البنات، وين وصلت؟ المهم قالت لي فوس بريباري نفسيا باش يروحوا للهوسبيتاليزاسيون. واش درت يا البنات؟ انا وهذيك لوكسيليا نوزنوهم كل 3 سوايع، نوزنوهم ومن بعد نمدلهم لو سان، ونزيد نكومبليتيهم لو بيبرون، وشنو نكومبليتيهم حتى نشربوا وقيله 80 مليليتر ولا 90 مليليتر. المهم باش يزيد الوزن تاعهم، لانه سي با نورمال كو لا كور راهي غير تنقص. تي لو دورمي تي اريف با دورمي بنات، ما نكذبش عليكم، صعيب 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 الحال، وسورتو تكوني زعما تكوني وحدك اون فاس لهذا الخبر اون فاس. ما نكذبش عليكم، انا بكيت حتى وين يعني حتى وين، ولكن لقيت الوزن تاعهم دوكا اليوم، عاودت وزنتهم لقيت صافا، لقيت زادوا شويه الحمد لله. دوك نزيدو نشوفوا اليامات الجايين ان شاء الله يا ربي كي يزيد. اذا قلت لي اذا زاد الوزن تاعو زعما غدوه من ذاك ولا بعد من ذاك، راح نخرج باذن الله. كيما راكم تشوفوا الغدا تاعي، ما نكذبش عليكم كرهت الماكله حاشا نعمت ربي سبحانه، مي كيما قعدت بزاف في لوبيتال الماكله هذه غير تتعاود يعني، اون بلوس الي فاد، ما كاش فيها الكو، ما كاش، ويعني مليت دي فوا ما ناكلهاش فرانشمون، دي فوا نخليها هكاك. المهم كيما راكم تشوفوا لي لونتي، لا بيري دو بروكولي مع لي بات، وكيما راكم تشوفوا لو بواسون باني، لو بان، فروماج، مورسو دو فروماج مع لورانج. المهم ما نكذبش عليكم هذه الماكله ولات ما خلاص، قلت الراجل، قلت لها البواسون ما ناكلوش بور لونطون هنايا، وشنو مو ماري جا ولكن ما خلاوش يدخل، يعني عطالي بك، عطى لا فيرميير واش جاب معاه هذه المشوشه، دارتها جاب ربي دارتها اختو، وهنايا جاب لي دي جاتو كيما راكم تشوفوا. بالنسبه كان ثاني واحد الكومونتير تاع واحد الاخت معانا، قالت لي الماكله تاع لوبيتال ما تشبعش، فرانشمون ما تشبعش الماكله تاع لوبيتال، يعني انا كنصح اي وحده يعني تروح لوبيتال تدي معاها دي جاتو، ولا دير معاها المسمن، ولا دير معاها فوالا دي جاتو هكذا، هما اموات تكون عندها الريزيرف باش تاكل، سورتو بالنسبه للترضع يعني الجوع بالخف، ولازم تاكل مليح باش يكون عندها الحليب. ربي يجيب الخير هذا ما كان. المهم هذه هي لا فيديو تاع اليوم، نتمنى منكم تدعوا لي ان شاء الله يجيب الخير يا ربي ويبعد هذا البلا، وان شاء الله يا ربي لكل وحده فيكم يعني متمنيه اي حاجه ربي يحققها لها، وان شاء الله يا ربي لكل وحده ناويه يكون عندها يعني بغات يكون عندها ذريه صالحه، يا ربي يرزقها يا ربي عاجلا وغير آجل. المهم خلوا لي تعليقات تاعكم، وان شاء الله يا ربي اذا ما يعني اذا ما جاوبتش بالكتيبه راح نجاوب لكم في لا بروشين في لي بروشين فيديو. دونك فوالا، هذه هي لا فيديو تاع اليوم، نقول لكم تهلاو في روحتكم بزاف بزاف، ونحبكم بزاف واحبكم في الله. يلا بروشان فيديو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.